طبعاً إحنا كالعادة معانا جولة دسمة في أبرز عناوين الصحف المصرية والعالمية وكمان العربية، بس خليني أقول في الأول حاجة مهمة، إن كان في تقرير مهم يعني تناولته صحيفة المنتخب المغربي عن مباراة بعد غد الجمعة طبعاً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبين الوداد. كان تقرير عنوانه بصراحة مثير، وطبعاً نقلته عدد كبير من يعني الصحف المصرية والمواقع المصرية وأبرزها موقع الشروق. كان عنوان التقرير: الوداد يحتاج لمعجزة أمام الأهلي في استاد القاهرة. طبعا يعني التقرير يعني أبرز عدة نقاط، أهمها أن طبعا يعني الوداد، فريق الوداد بيحتاج لمعجزة على استاد القاهرة يوم الجمعة. كمان قال يعني او تناول كمان يعني مباراة الذهاب، انه كان في الشوط الاول ظهر الوداد بشكل حماسي، ولكن طبعا يعني تصدى لكل الهجمات اللي حصلت على منطقة الجزاء. الشناوي طبعا اللي التقرير وصفه انه هو كان يقظ جدا امام كل هذه الهجمات. كمان قالت الصحيفة يعني ان بدون لغة العواطف، وعلشان نكون منطقيين، ان يعني الوداد ضيع نصف حلم طبعا الفريق في الوداد او في الدار البيضاء على طبعا ملعب محمد الخامس بالمغرب. وكمان قال ده طبعا بعد هزيمته بهدفين. كمان قال ان هو بيحتاج لمعجزه حقيقيه على استاد القاهره، لان طبعا الاهلي يعني موجود في معقله وبيستضيف الوداد في معقله، فغير منطقي ان هو يضيع هذه الفرصه التاريخيه. وكمان قال ان هو هيستغل هذه الفرصه على يعني افضل استغلال. وكمان هيقول يعني او قال التقرير ان كمان لابد من الوداد ان هو يعني يعتبر ان هذه المباراة عبارة عن معركة، وان هو يشهر فيها كل الأسلحة الفتاكة. من موقع جريدة الشروق ايضا عندنا اصابة جنابري بفيروس كورونا. طبعا اعلن نادي بايرن ميونخ عن اصابة مهاجمه سيرج جنابري بفيروس كورونا، وكمان اوضح النادي البافاري ان جنابري البالغ من العمر 25 عام تم اصابته، وتم طبعا يعني خضوعه لتحليل فيروس كورونا، وطلعت للاسف النتيجة ايجابية. ولكن اضاف طبعا بيان رسمي صادر عن بايرن ميونخ ان جنابري دلوقتي في عزل ذاتي، وان هو بيتمتع بصحة جيدة. كمان قال البيان ان سيغيب جنابري مهاجم منتخب ألمانيا عن مباراة بايرن اللي هتقام النهاردة الأربعاء امام أتلتيكو مدريد الإسباني في اولى جولات دوري طبعا يعني المجموعات لدوري ابطال اوروبا. كمان هيغيب عن مواجهة أينتراخت فرانكفورت السبت المقبل، وكمان من المحتمل ان هو يغيب عن عدة مواجهات طوال الأسبوع المقبل، إلى طبعا أن هو يخضع لمسحة تانية يعني توضح سلبية النتيجة أو إيجابيتها مرة أخرى. من موقع اليوم السابع، مدير هيئة استاد القاهرة: تطوير الصالة المغطاة يسير بشكل جيد. طبعا أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة الدولي أنه بيتم حاليا يعني الانتهاء من عمليات تطوير الصالة المغطاة، ده طبعا لاستقبال بطولة في نهاية شهر أكتوبر المقبل الجاري، ذلك استعدادا لاستقبال مباريات بطولة العالم لكرة اليد. وطبعا قال أن كل أعمال التطوير بتسير بشكل جيد علشان تنتهي في الموعد المحدد لها. كمان قال انه يعني مصر ستبهر العالم بشكل كبير جدا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، زي ما حصل بالظبط في حفل قرعة البطولة اللي اقيم طبعا تحت سفح الاهرامات. وساعتها طبعا اتكلمنا وتناولناه في الصحف اللي تناولته، كل الناس قالت انه هو كان حصل بشكل مبهر ومشرف طبعا بسبب استضافة مصر لهذا الحدث. طبعا اعلن الموقع الرسمي كمان لبطولة كاس العالم لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر في يناير 2021 كل او مواعيد مباريات الدور الاول للمجموعات الثمانيه اللي بتقام على اربع صالات، طبعا برج العرب واكتوبر وكمان استاد القاهره والعاصمه الاداريه الجديده. طبعا مصر ستواجه المتاهل من امريكا الجنوبيه في 13 يناير، وكمان التشيك 16 يناير، واخيرا السويد في 18 يناير.
من موقع سوبر كورة، تأجيل ديربي رياض بين الهلال والنصر. طبعا يعني بتدرس لجنة مسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر نفسه. كمان بتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف دولية تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة في 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليين بمنتخبات بلدانهم في هذا الموعد. كمان عايزين نقول ان الجولة المؤجلة تشهد قمة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض، في لقاء يقام على ملعب الملك فهد الدولي، وكلاسيكو الاهلي والشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة. من بوابة الأهرام معسكر مغلق لمنتخب الصالات قبل السفر إلى الإمارات. طبعا بيدخل منتخب مصر لكرة الصالات معسكر مغلق يوم 25 أكتوبر الجاري، ده طبعا قبل السفر إلى الإمارات في 30 أكتوبر الجاري. طبعا ده تحت إشراف برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على كرة الصالات دولة الإمارات. طبعا عايزين نقول إن الفريق هيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يوم 3 ويوم 5 نوفمبر، ده طبعا قبل العودة إلى القاهرة مرة أخرى في 6 نوفمبر استعدادا لخوض المنافسات كأس العالم ليتوانيا 2021. عايزين نقول إن المعسكر إن شاء الله هيضم 16 لاعب، يتوجه منهم 13 لاعب إلى الإمارات، وينضم إليهم هناك عصام علاء المحترف بالدوري الإماراتي. اخيرا عايزين نفكر مشاهدينا بمواعيد مباريات اليوم الاربعاء واللي بتشهد منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021. طبعا بتشهد ابرزها منافسات الجوله الاولى من مرحله المجموعات في مسابقه دوري ابطال اوروبا. عندنا يعني جميع المباريات النهارده هتقام في تمام الساعه 9 مساء، ابرزها بايرن ميونخ الالماني حامل لقب طبعا الشامبيونز ليج امام اتلتيكو مدريد الاسباني، عندنا ليفربول مع اياكس امستردام الهولندي في 9 مساء أيضا، وأخيرا مانشستر سيتي مع بورتو في تمام الساعة 9 مساء. دي كانت جولة في أبرز الأخبار الدولية والمحلية، وكمان الصحف المغربية شايفة إزاي مباراة يوم الجمعة إن شاء الله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي احنا بنتمنى فيها طبعا الفوز لنادينا العظيم النادي الأهلي. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح، شكرا جزيلا.